تشهد مملكة البحرين حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث من المرجح مرور عدة منخفضات جوية على فترات متقطعة خلال هذا الأسبوع حتى بداية العام الجديد. لمزيد من التفاصيل حول الحالة المدارية في مملكة البحرين، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذة حنين الذوادي، رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك أستاذة حنين، نشكرك على قبول الدعوة. بداية، ما هي توقعاتكم لحالة الطقس لمملكة البحرين خلال الليلة والأيام المقبلة أيضا؟ يا هلا ومرحبا، في البداية مسي بالخير على مشاهدين الكرام. طبعا كما ذكرت، شهدت مملكة البحرين منذ صباح هذا اليوم تساقط أمطار متفرقة تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على مختلف مناطق المملكة. من الملاحظ أن الحالة المطرية الحالية طبعا بدأت تضعف تدريجيا وراح تستمر للساعات القليلة القادمة، لكن راح يكون تأثيرها على مناطق البحرية بصورة أكبر. من المتوقع أن تعود فرص الأمطار في وقت لاحق من مساء يوم الغد الثلاثاء، وتستمر حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر بإذن الله تعالى. تود بعدها حالة من الهدوء خلال اليومين التاليين. هناك معطيات أولية أيضا لاقتراب حالة جوية أخرى، فترة رأس السنة الميلادية تمتد حتى نهاية يوم الأحد الموافق 2 يناير، وتكون الفرص مهيئة لتساقط أمطار متفرقة. أما بالنسبة للرياح، راح تكون رياح الشمالية الغربية سائلة لمعظم أيام الأسبوع، وممكن توصل إلى قوية السرعة أحيانا خلال يومي الأربعاء والخميس، وصاحبها كتلة هوائية باردة. تساهم هذه الكتلة بشكل ملحوظ في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 15 درجة مئوية، ويكون الإحساس أقل من ذلك بسبب سرعة الرياح. نعم أستاذة حنين، ما هي التحذيرات التي تودون توجيهها لمرتدي البر والبحر؟ طبعا مع الأجواء المتقلبة خلال هذه الفترة، قد تكون حالة الطقس غير مناسبة للأنشطة البحرية خصوصا مع الرياح الشمالية القوية. لذا تدعو إدارة الأرصاد الجوية الجمهور الكريم خاصة مرتدي البحر بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة آخر تحديثات النشرات الجوية على القنوات الرسمية للإدارة. نعم الأستاذة حنين الذوادي، رئيسة التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.